أفسح الكلام لأخينا الشيخ إسماعيل ونجلس مستمعين وتبدلون الحنظلة بالفاكهة وتسمعون وبإذن الله تبارك وتعالى صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فأشكر أخي وشيخي الشيخ أحمد على هذه الاستضافة وصاحب البيت حياتي الله وجزاكم الله خيرا يعني على حرصكم في هذا الوقت اللي هو يا جماعة وقت ظهور الكلام اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده. يعني قديما كنا نتكلم كثيرا عن مسألة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح لنا وللمسلمين جميعا في هذه الأيام باب وهو باب بسيط جدا هنتكلم عنه في أثناء الكلام إن شاء الله لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم ألا يتأخر وألا يتكاسل في فعل هذه الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول إن حرصك على حضور مثل هذه المجالس من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لست عاجزا عن فعل أي شيء ولست يعني إيه ليس في يدك شيء، لا بل أنت تقدر على فعل الكثير وسترى وستسمع إن شاء الله. من أهم هذه الأشياء حرصك على حضور مثل هذه المجالس في هذا الوقت الذي غربت فيه السنة والذي انتشرت فيه البدعة وكثرت فيه المعاصي لغير ذلك. طبعا أنا أعلم أن الدرس في العقيدة وفضيلة الشيخ يعني يفيض في هذا المجال جيدا وردت عن مسألة محبة الله عز وجل، وهذا لها شق ثاني. يعني أنت تعلم أن الركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله بس كده وشهادة أن محمدا رسول الله، فهي من أصول الإيمان وهي الشق الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، بل لا يؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قدم حبا في قلبي على حب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من والده وولده والناس أجمعين. طب والده وولده ليه في المقدمة؟ لأن هما أكثر الأشياء اللي الإنسان بيحبها، محدش هيحب حد أكثر من أبيه أو أكثر من أبنائه. فينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه، فينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من أبيك وأحب إليك من ابنك. ودي صعبة، يعني أنت فكر فيها كده بالراحة، فكر فيها بالراحة كده. هل يستطيع إنسان يعني إن هو يفعل ذلك؟ آه يستطيع، بس القلة القليلة. يعني الموضوع مش موضوع كلام بس، ده موضوع عمل. يعني لما يتعارض في حياتك أمران، أمر يرضاه الله ورسوله وأمر يرضاه أبوك أو يرضاه ابنك، لكن الاثنين متعارضين زي ما قلت لك، أيهما تقدم في حياتك؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الحاجة اللي ابنك عايزها أو بنتك عايزاها؟ الواحد فينا معلش يعني عنده العيلة صغيرة كده لما بيجي يطلع من البيت بس وتقول له ما تخرجش أو تعيط أو تمسك في الجلابية بتاعته بيبقى مش عايز يخرج من البيت، فما في ما فيش حب بعد كده، تمام؟ فأنت أيهما تقدم بقى؟ مش حب بعد كده، تمام؟ فأنت أيهما تقدم بقى لو تعارض الأمران، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمر بنتك دي؟ الصحابة رضي الله عنهم عملوا كده، قدموا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على كل المسائل، حتى على أوامر الأبناء وعلى أوامر الآباء وعلى شهوات النفوس وأغراض الدنيا كما سنقول إن شاء الله. الآية اللي هي جاية بعد الآية اللي الشيخ ذكرها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم لآخر الآية في سورة التوبة، والشيخ إن شاء الله يشرحها الأسبوع القادم. النص الثاني بعد الآية الأولى. هذه الآية يعني قاعدة في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر القرآن الكريم 8 أشياء وذكر بعدها 3 أشياء وأمر ألا تقدم واحدة من الثمانية الأول على واحدة من الثلاثة الأخرى. أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها، كم دول؟ 8.
قل إن كان واحدة من الثمانية دول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. دي قاعدة لازم تكون في حياتك على طول الخط. فتربصوا، لو كان في واحدة من الثمانية في قلبك أشد حبا من واحدة من الثلاثة، تربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن البصري انتظروا حتى تحل بكم عقوبة عاجلة أو آجلة. عقوبة عاجلة فين؟ في الدنيا. آجلة فين؟ في يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. لو انت في قلبك واحدة من الثمانية دول أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيل. وبرضو لما اتكلم عن الناس، لأن يعني الحاجات دي فيها 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 بشر وفيها غير بشر، يعني آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم بشر. لو انت في قلبك واحدة من الثمانية دول أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيل. وبرضو لما اتكلم عن الناس، لأن يعني الحاجات دي فيها 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 بشر وفيها غير بشر، يعني آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم بشر. وممكن تكون المحبه دي الحاجه مش بشر، مش بشريه خالص. اموال اقترفتموها، تجاره تخشون كسادها، مساكن ترضونها. لما اتكلم عن البشر في اول الايه اتكلم عن اقرب البشر الى الانسان، اقرب البشر، فكيف بغيرهم؟ يعني اباؤكم وابناؤكم واخوانكم دول اقرب الناس لمين؟ للواحد فينا. فكيف بغير هؤلاء؟ فكيف بالذين يسارعون في محبه الكافرين ويقدمونهم على محبه الله ورسوله؟ اصلا مش مستفيد منه حاجه. يعني ان كان وهذا ليس صحيح، ان كان هنالك عذر لهذا الذي احب اباه او احب امه او احب ابنه او احدا من عشيرته، هنقول ده مثلا محبه نسب ومحبه، احب من هو على خلاف دينه اصلا ووالاه من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقدم رايه وقدم منهجه وقدم ما يرتضيه الكافر على ما يرتضيه الله ويرتضيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك أولى بالقبح وأولى بالبغض. أخذ بالك؟ طيب، يبقى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون في قلبك أعظم من أي شيء، حتى من نفسك. يعني روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن يا رسول الله، يعني الآن أنت أحب إلي حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. طيب، العلماء بيقولوا إن المحبة نوعين، محبة لوطنه، ولذلك هم لما دايما يكلمون عن حب الوطن، حب الوطن، حب كل خطبة عن حب الوطن الكلام ده، طبعا أنت بتضحك، عارف إن العنوان ده اتكرر 100 مرة. المسألة دي أصلا مش محتاجة إيه؟ مش محتاجة كلام، لأن يعني هتلاقي مين بيكره وطنه ده؟ حتى الكفار بيحبوا، أو مش الكفار ده، حتى الحيوانات بتحب أرضها، حتى يقولك الطيور في السماء بتحب المكان بتاعها. فدي بالطبيعة مش محتاجة. يعني أنت مثلا هتمسك إنسان تقعد تقول له حب أبوك حب أبوك حب أبوك حب أبوك، ما هو طبيعي، طبيعي إنه بيحب أبوه، طبيعي، أه بالفطرة، واخد بالك؟ فمش محتاجة كثرة الكلام. الإنسان اللي هو يشذ عن هذه القاعدة ده الإنسان منتكس، ده حاجة تانية، ده إنسان شاذ في طبيعته. لكن مين المحتاج كلام بقى؟ النوع التاني بقى اللي هو النبي نبه عليه، مين؟ سيدنا عمر. فسيدنا عمر فطن إلى هذا المعنى الذي يريده مين؟ سيدنا عمر. فسيدنا عمر فطن إلى هذا المعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أكبر أسباب نجاته في الآخر. طب هل هذا السبب يعني يقتضي ان الانسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من نفسه؟ اه طبعا، لان انت نفسك التي بين جنبيك تدعوك الى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك. النبي في حياتنا نعمه، لقد من الله على المؤمنين نعمه اذ بعث فيهم رسولا. يبقى وجود النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نعمه، وكان رحمه اثناء وجوده لكفار مكه، حتى للكافرين كان نعمه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، في وجوده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فأنت تحب النبي أكثر حتى من نفسك، نفسك تدعوك إلى النار والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الجنة. انتقل إلى الكلام العملي اللي احنا عايزين يعني ننفذه، لأن هو ده المطلوب مننا يا جماعة. احنا كثيرا ما نتكلم، كثيرا ما نقرأ، كثيرا ما نحفظ،
كثيرا ما ننظر وكده، لكن العمل هو اللي في حياتنا ايه يعني مفقود شيئا ما، والعمل هو اساس كل شيء. يعني افرض مثلا انت حفظت منظومات كثيره جدا، قرات 100,000 كتاب، كل ده ولا قيمه له بدون ايه؟ بدون عمل. هتف ايه العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل، يبقى له لا قيمه له عند الله عز وجل. لابد من العمل، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ودايما كانوا مشايخنا يقولوا لنا احنا لو انت جيت مثلا مسكت حد من الدعاه او من العلماء الموجودين دلوقتي هتلاقيه بيتكلم كلام في العلم وفي المتون وفي ما كانش الصحابه بيتكلموه، واخد بالك؟ لكن ايه الفارق؟ ايه اللي مخلي الدنيا عندنا بايظه خالص كده؟ مساله الايه؟ العلماء الموجودين دلوقتي هتلاقيه بيتكلم كلام في العلم وفي المتون وفي ما كانش الصحابه بيتكلموه، واخد بالك؟ لكن ايه الفارق؟ ايه اللي مخلي الدنيا عندنا بايظه خالص كده؟ مساله الايه؟ العمل. وهقول لك دلوقتي بعض الامثله ان الصحابه ازاي لما كانوا بيسمعوا الكلمه على طول بيحولوها لايه؟ لعمل. مش بيتكلم بس، لا، بيحول الكلام ده الى واقع منهج. فانا ازاي بقى احب النبي؟ انا عرفت ليه انا بحب النبي، احب النبي عشان هو سبب نجاتي في الاخر. طيب ازاي بقى احب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاجات كتير جدا طبعا، في حاجات يعني ينبغي الا يعني نفصل الكلام فيها لان هي ان شاء الله حادثه وواقعه فينا، زي مثلا مساله الايمان به، دي من اوائل مقتضيات محبه النبي صلى الله عليه وسلم، الايمان به. وطبعا كلنا مؤمنين به صلى الله عليه وسلم. تصديق محتاجين ان احنا ننبه عليه، واقول والله هذا الكلام لنفسي ولكل من وصله هذا الكلام، من اهم هذه الاشياء الولاء والبراء، موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والبراء من كل اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. يبقى اذا الانسان لا يوالي اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحبه ولا يؤيده ولا ينصره، وهذا بخلاف المعروف. يعني المعروف حاجه، عمل المعروف في الكفار ده حاجه، والمحبه حاجه تانية خالص. عمل المعروف للمؤمن وللكافر، ودليله حديث اسماء رضي الله عنها لما قالت ان امي جاءت مشركه وهي راغبه، فقلت يا رسول الله افاصل امي؟ قال نعم، صلي حتى للكافرين. لكن اتكلم هنا عن التأييد وعن النصره وعن المحبه، خلاص. هذا لا يكون الا للمؤمن ولا يكون ابدا لايه؟ للكافر. يعني ابسط الحاجات اللي احنا بنقول دلوقتي، الجماعه بتوع فرنسا لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، انت من ابسط الحاجات اللي ممكن تعملها دلوقتي مساله المقاطعه. دور على اي حاجه اصلها من عند هؤلاء وشيلها من حياتك، كان انت يعني مش محتاج الحاجه دي، حتى لو كانت الحاجه دي واقفه عليها ايه جزء كبير جدا من حياتك. انت دور كده هتلاقي الشباب المسلم منزل حاجات كتير جدا، شركات نت، وحتى لو علبه جبنه يا اخي، لو علبه جبنه وانت قطعتها هي ديت هتبقى بتعملها نصره من مين لمين؟ وبراء من اعداء اللي هم دلوقتي اعداء ايه؟ واضحين. يعني مش محتاجه كلام، والكلام اللي هم كانوا عاملين، لا ده كلام ايه؟ ده واضح، ده ناس ايه؟ بيسبوا وبيشتموا يعني، وهذا حرب. يعني هؤلاء محاربين دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني لو كان هنالك خطب ما او حاجه، يعني مش عايز بقى يعني ابوظ الدنيا. واضح الكلام، تمام؟ ما اعداء محاربين لنا نحن المسلمين في هذه الهدف. فالكلام واضح جدا. فانت دور مثلا عندك شركه نت انت مشترك فيها، شركه النت دي جايه اصلا من هناك، احذفها من حياتك. اكل انت متعود عليه حتى لو بتحبه جدا احذفه من حياتك، لبس انت بتتعود عليه حتى لو بتحبه جدا احذفه من حياتك، وهكذا. وخلي ده باخلاص ان العمل ده نصره لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. راح يطلع واحد بقى زي اللي طلع في التلفزيون يقول لك يعني ايه انتوا بتهجصوا والمقاطعه دي مش عارف ايه وكذا وكذا، وما ينفعش، باخلاص ان العمل ده نصره لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. راح يطلع واحد بقى زي اللي طلع في التلفزيون يقول لك يعني ايه انتوا بتهجصوا والمقاطعه دي مش عارف ايه وكذا وكذا، وما ينفعش، واخد بالك؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر
مثل هذا الكلام برضو في سورة التوبة في نفس السياق اللي كنا بنتكلم فيه، ورد عليه كثيرا في سورة التوبة في غيرها. هو السياق أصلا في سورة التوبة في الآيات دي في الربع ده بيتكلم عن الموضوع ده، وبيرد كذا رد يعني على أمثال هؤلاء اللي هم بيسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ده ممكن الكفار بعد كده هم اللي يكسبوا، طب هنبقى نعمل إحنا بقى ونروح لمين، فبيمسك العصاية منين؟ من النص. القرآن رد عليه كتير جدا، يعني بداية الآيات قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الآية اللي قلناها دلوقتي. طيب افرض مثلا، طب احنا ازاي احنا نجابه امثال هؤلاء؟ قالك خلي بالك من القصة، مش قصة ايه عدد ولا قوة سلاح ولا الكلام ده كله، انما النصر من مين؟ انت مأمور انك انت هتاخد بس بأبسط الاسباب البسيطة وهتلاقي النصر جاي. ليه؟ لان انت على الجادة، على الطريق المستقيم. فقال لهم بعدها مباشرة في الآية اللي وراها ايه؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. قبل كده ومعظم المواطن دي كنت انتوا فيها ايه؟ أذلة في العدد وأذلة في العتاد وأذلة في كل حاجة، تمام؟ يعني انتوا جربتوا، فلماذا تسارعون في هؤلاء؟ تبرأ منه. وقد قيل في سبب، طبعا ده يعني ايه، هذا بصوت أخي الشيخ أحمد، قيل في سبب نزول الأيتين اللي هم اللي قبل دول، قل إن كان آباؤكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، والآية اللي وراها اللي هي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قيل في سبب نزول هذه الآيات الحاجة بتاعته عشان يرتحل، فتقوم زوجته متعلقة بيه، يقوم أبوك كبير متعلق بيه، يقوم حد من عياله متعلق بيه، أنت هتسيبنا وتروح لمين؟ ده احنا هنضيع بعدك، طب حتة الأرض بتاعتك، طب مش عارف إيه. فنزلت الآية الأولى، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لو استحبوا المكث في مكة على الهجرة إلى المدينة، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ابن عباس يقول فأولئك هم المشركون، لأن من رضي بالشرك فهو مشرك ومن رضي بالكفر فهو كافر. في ناس استجابت وقعدت، ما هجرتش فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب الصحابة اللي أسلموا عملوا إيه؟ هجروا وتركوا كل حاجة. فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، سابوا كل حاجة. الناس اللي قعدوا بقى نزلت فيهم الآية اللي بعدها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخره، هاجروا وتركوا كل حاجة. فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، سابوا كل حاجة. الناس اللي قعدوا بقى نزلت فيهم الآية اللي بعدها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآيات، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم فاسقين لأنهم إيه؟ قدموا محبة الأهل والأموال والدور على محبة الرسول وطاعته بابه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم خلي بالكم، يعني أنتوا خايفين من المشركين، خايفين تهاجروا من عشان المشركين وهم أقوى منكم وكذا وكذا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وأنتوا ضعاف وأنتوا أذلة. ده بالعكس كمان، ده في الموضع اللي كنتوا فيه يعني أقوياء في العدد وأكثر في العدد وأكثر في السلاح والكلام ده، في أول المعركة هزمتم. ليه؟ لأنكم اعتمدتم على هذا الأمر وإيه؟ تناسيتم قليلا ونين أعجبتكم كثرتكم. شوف أعجبتكم دي أي تناسيتم قليلا، فلم تغني عنكم شيء، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين ده إمتى؟ سنة 8 هجرية، شوال سنة 8 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هوازن الثقيف يعد جيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى في الايه فاتحي مكة، كانوا قد ايه اللي فتحوا مكة مع النبي؟ 10,000. وانضم اليه من مسلمة الفتح 2000، مسلمة الفتح اللي هو النبي قال لهم ايه اذهبوا فانتم الطلقاء، 2000 على 10 بقوا كام؟ 12. راحوا بقى عسكروا عند الايه وادي حنين، ده وادي ما بين الطائف ومكة، واخد بالك؟ فالصحابة شافوا نفسهم 12,000 وهوازن وثقيف، دول قال لك كانوا 4، وفي اكثر الروايات خالص كانوا 8,000. فالصحابه قالوا احنا 12 وهم 4 او 8 يعني، مفيش مقارنه، لن نهزم اليوم من قله، مش الشويه دول اللي هي ايه اللي هي، ولسه فاتحين مكه بقى وكده، واخد بالك؟ الجماعه بتوع هوازن وثقيف دول كانوا شاطرين قوي في رمي النبال والسهام، اختبأوا خلف وادي حنين،
الصحابة رضي الله عنهم لسه بيعدوا نفسهم كده، كانت سهام جاية من كل اتجاه، لدرجة ان بعض احد المشركين في الغزوة دي يحكي لبعض التابعين يقول ان هؤلاء، يعني يقصد المسلمين يعني، لم يأخذوا في ايدينا مقدار حلب شاة. عارف انت لما تقعد تحلب الشاة دي ما تاخدش وقت خالص، اهو المسلمين في الوقت ده في اول المعركة اتهزموا في وقت بسيط جدا. قال اهو وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تعرف ال 12000 دول قعد كام واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم يحاموا النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارف كام؟ قول رقم كده. 80. النبي صلى الله عليه وسلم ركب بغلته ثم اخذ ينادي باعلى صوته: انا عبد الله ورسوله، انا عبد الله ورسوله. فذكر الناس بالايه؟ بالعبوديه مره اخرى. ثم امسك حفنه من التراب من على الارض وايه والقاها في وجوه الكافرين وقال: الا شاهت الوجوه. فما بقي واحد من المشركين الا وجاء شيء من هذا التراب اما في عينه او في فمه او في اذنه، اصيب بهذا التراب جميعا. وهذا قوله سبحانه وتعالى: ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى الايه المؤمنين. وزياده في التأييد بقى كمان والنصره: وانزل جنودا لم تروا. الكفار برضو بيحكوا في المعركه بيقولوا ان احنا كنا نرى رجالا يلبسون ابيضا من الثياب، لا نعرفهم، يعني هم دول مش بشر لكن هم على هيئه الايه البشر لابسين ابيض، فلا يتركون احدا من الكافرين الا وايه الا وضربوا. دي دول ايه ابيضا من الثياب، لا نعرفهم، يعني هم دول مش بشر لكن هم على هيئه الايه البشر لابسين ابيض، فلا يتركون احدا من الكافرين الا وايه الا وضربوا. دي دول ايه بقى؟ ملائكه. وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، يعني بايديكم في المعركه يعني هزمتموهم، وعادت الكره مره اخرى على الكافرين. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ادي موقف بسيط علشان بس اللي بيقول لك ايه ده احنا فين يا عم والناس دي فين، ده احنا لو قطعنا احنا لا هنلاقي ناكل ولا هنلاقي نشرب ولا هنلاقي. انت مامور بانك انت تتخذ موقف يرضي الله ويرضي رسوله الله صلى الله عليه وسلم عنك يوم القيامه، والبقيه بقى المدد والنصره على من؟ على الله. بعدها برضو في نفس السياق في نفس الايه برضو رد على انفانه: انما المشركون نجس. نجسه ايه؟ نجسه دينيه، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الايه، الايه دي نزلت سنه 9 هجري، بعث ابا بكر الصديق عليه ابن ابي طالب فاخذوا ينادوا ايه لا يحج البيت بعد هذا العام ايه مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فقام جماعه من القرشيين قالوا المشركين مش هيجوا يحجوا؟ طب ده المشركين لما بيجوا بيعملوا رواج تجاري، بيبيعوا ويشتروا مش عارف السلع بتكثر الكلام ده، فلما دول يغيبوا عن موسم الحج احنا هناكل منين ونشرب منين؟ فنزلت الايه بقى تكمله الايه: وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. ان خفتم فقرا اعلم ان الرزاق هو من؟ اعلم ان الرزاق هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. يعني ليس الرزق بيد الكافرين انما الذي يرزق هو الله، انما انت اللي عليك تعمل ايه؟ تنفذ الامر. قال لك كده: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. تقول ايه؟ سمعنا واطعنا. والبقيه على من؟ على الله تبارك وتعالى. ويعني عامه الكفار القران رد كثيرا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بفتح وامر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين، وفي غير ايه من القران الكريم. الولاء والبراء، ان توالي الله ورسوله، تخذ موقف يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون على حوضه يوم القيامة فيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. من مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. أنت لما تمسك السنة لا تفعل، فماذا يصدك عن هذا الأمر؟ إيه اللي مخليك أنك أنت ما تعملش الأوامر دي؟ وإيه اللي مخليك أنك أنت بترتكب النواهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عنها؟ إيه؟ حب للدنيا أو حب للمال أو حب للنساء أو غير ذلك؟ ما هو ده إيه؟ ده تقديم لشيء من هذه الثمانية على محبة النبي.
صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان لابد أن يراجع إيمانه في هذه المسألة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا بأذاننا وأطعنا بإيه؟ بأفعالنا. هو ده يا جماعة اللي علّى جيل الصحابة أول. يعني جيل الصحابة هذا له شأنه العظيم بسبب إيه؟ بسبب هذا الأمر، مسألة السمع وإيه؟ والطاعة. والناس في السمع والطاعة على أنواع كثيرة، منهم من يسمع ويعصي، ومنهم من يسمع ويطيع، ومنهم من قالوا سمعنا وعصينا، ومنهم المؤمن بقى اللي هو يقول ايه سمعنا وقالوا سمعنا واطعنا، اللي هم مين؟ المؤمنين. الصحابه كانوا كده. يعني مثلا روى الامام احمد في مسنده ان مالك بن خثعم رضي الله عنه كان في غزوه من الغزوات مع المسلمين، فراى رجلا له دابه فرس يعني شديد البأس، يعني صحة الفرس كويس، مش مثلا فرس ماشي هزيل أو مش قادر يمشي أو كده، ومع ذلك هذا الرجل الصحابي يسير وراء الإيه؟ يسير وراء الفرس مش راكبه يعني. فقال مالك بن خثعم رضي الله عنه ألا تركب؟ في رواية أخرى في مسند أبي يعلى إن الصحابي ده كان سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا مالك بن خثعم بيقول سيدنا جابر بن عبد الله ألا تركب؟ يعني في رواية أخرى في مسند أبي يعلى إن الصحابي ده كان سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا مالك بن خثعم بيقول سيدنا جابر بن عبد الله ألا تركب؟ يعني الدابة بتاعتك ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش عيب يعني، اركب عليها. فقال الصحابي اللي هو سيدنا جابر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله إلا حرمهما الله على النار. مغبرت بالغبار او بالتراب، تراب الحرب يعني، الا حرمهما الله على النار. فعشان كده هو ماشي ورا الفرس وما ركبش الفرس. في ابي يعلى بقى قال ايه؟ سيدنا مالك حب انه يسمع الكلام ده لاصحابه في الجيش، فقال ها ماذا تقول؟ فرفع سيدنا جابر بن عبد الله صوته بالكلام اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا. فسمع الجيش هذا الايه؟ فسمع الجيش هذا الايه؟ طيب مالك بن خثعم يعمل ايه والصحابه يعملوا ايه؟ ده هو يعني انت سمعت الحديث اهو، ايه اللي جه في قلبك دلوقتي؟ سواء ده او غيره. طب سيدنا مالك والصحابه جه في دماغهم ايه؟ ساعتها قام ناطط على طول من على الفرس ماشي على الارض. ولما سمع الجنود هذا الحديث ايضا كل واحد منهم ايه؟ نزل من على فرسه. قالوا فما رؤي يوم أكثر ماشيا في سبيل الله من هذا اليوم، لأنه بس قال لهم إيه؟ أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فعلى طول في لحظة الصحابة رضي الله عنهم كانوا كده، يسمع النبي قال كذا فلا ينتظر أو حتى يقعد يفكر أو يبتدي يضرب الأمثال لكلام النبي. طب هو ليه قال كده؟ طب افرض مثلا انت ما عليكش انك انت تفرض الامر، يجيبوا لنا الاستنباطات بقى والفوائد والمغازي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليه قال كذا وليه ما قالش كذا، وهل اللغه العربيه تحتمل فهمك ده ولا لا تحتمل فهمك ده. انما انت بتعترض من اول وهله كده، لا تعترض من اول وهله، زي ما الجماعه العلمانيين او القرانيين بيعملوا دلوقتي. هيجيب مثلا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري مثلا، فيبتدي الاول يفكر فيه بايه؟ بعقله، من قبل ما ينفذ، زي مثلا حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم وغيره من الأحاديث. فيبتدي الأول يفكر بعقل ويقول لا ده الكلام ده ما يناسبش الوقت اللي احنا فيه خالص، ولا يناسب الايه العقل اللي احنا بنفكر بيه ولا الكلام ده. فيقول لا ده الكلام ده ايه اركنوه، ما احناش عايزينه. وهل الكلام ده وارد في القرآن ولا لا؟ ما كانش وارد في القرآن يبقى احنا مش عايزينه. هما بيعملوا كده، لكن انت كمسلم ما بتعملش كده ابدا. انت كمسلم بتنفذ الاول وبعد كده. فيقول لا ده الكلام ده ايه اركنوه، ما احناش عايزينه. وهل الكلام ده وارد في القران ولا لا؟ ما كانش وارد في القران يبقى احنا مش عايزينه. هما بيعملوا كده، لكن انت كمسلم ما بتعملش كده ابدا. انت كمسلم بتنفذ الاول وبعد كده تبتدي تلاقي هل في حكم؟ اه في حكم طبعا بلا شك، بس الحكم دي قد يعلمها عالم وقد تغيب عن علماء، مش يعرفها العلماء كمان كلهم، لا قد تغيب عن علماء. واخد بالك؟
لكن لابد أن هنالك حكمة، وإن لم يكن هنالك حكمة فهنالك باب من أبواب الدين اسمه باب غير معقول المعنى. يعني غير معقول المعنى اللي هو ملوش حكمة، اللي هو المعنى فيه مجرد الابتلاء والاختبار، زي مثلا أعداد الصلوات وأعداد الركعات في الصلوات وأوقات الصلوات وغير ذلك. الظهر مثلا 4 ركعات ماشي، الفجر ركعتين كده، ركعتين بس. طيب والعشاء اللي انت بقى بعد ما رحت الشغل ومش عارف عملت ايه وسويت ايه وطول النهار تجري وكده وعايز تنام بقى، 4 ركعات مش ركعتين بس. يعني انت يعني ايه كان العقل، لو المسألة بالعقل تقول اصلي العشاء ركعتين واصلي الفجر 4 ركعات، لا مش بمزاج. لو كان الدين بالرأي لكان ايه مسح اسفل الخف اولى من المسح ايه اولى من المسح من اعلى، لكن الدين مش برأي انما بايه بالشرع. طيب اخر المسألة هتكلم فيها مسألة السنة دي اللي هي وردة لينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا اتفقنا بقى ان احنا هنطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوامر التي تأتينا منه صلى الله عليه وسلم. هذه السنة يا إخوة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى رعاية. لذلك أنا أوصي نفسي وإخواني بحفظ السنة، مدارستها. كان ممكن يقول أنا ممكن ما لقيش مثلا حد بيدرس السنة في هذه الأوقات أو بيدرس الحديث في هذه الأوقات، تمام؟ أقول لك أنك تستطيع الآن أن تتواصل مع أي شيخ من المشايخ بمنتهى السهولة بمنتهى البساطة، يعني من على وسائل الاتصال أو من على الهاتف تستطيع أن تتواصل. فأنا أنصحك كده أنك أنت تشتري كتاب من كتب السنة، ومن أقل كتب السنة يعني مثلا زي رياض الصالحين، 40 النووية، البخاري يبقى في بيتك كل يوم. أقل ثمن مش أقل مكانة البخاري. طبعا أقل في الثمن يعني في طبعا دواوين كبيرة في السنة وكده، لكن في جوامع زي رياض الصالحين مثلا. حتى الكتاب يا أخي بيبان من إيه، من عنوان، هو اسمه رياض الصالحين. فهل أنت عايز تكون من الصالح تعيش في هذه الروضات ولا أنت مش عايز تعيش فيها؟ يعني طب انت لو عايز تعيش، طب الكتاب ده مش في بيتك ليه؟ كتاب زي مثلا شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى الكتاب ده عندك، وكل يوم كل يوم انت مخصص وقت كده لأهل بيتك بتقرأ منه حديث او باب على زوجتك وعلى عيالك. طبعا الحديث ده انت تكون متواصل مع الشيخ احمد قبلها، مع اي اخ من اخواننا يكون مفهمك الكلام ده، الشيخ مثلا بتاع المسجد بتاعك قاعد معاه، شوف معاه 5 دقايق يشرح لك الحديث ده. انا ما زيك قلت بعدها اي شيء، بس يبقى رقم هيشرح لك الايه الحديث ده بيقول ايه، او المعنى من الباب ده ايه، وازاي انك انت توصل الفوائد المقتبسه من الحديث ده لزوجتك مثلا، لعيالك. مش احنا كلنا يا جماعه او اغلبنا يعني بنشتكي من المشاكل في البيوت، اللي بيشتكي من مراته، اللي بيشتكي من بنته، اللي بيشتكي من ابنه، واللي بيشتكي، صح، مشاكل مليانه بيوت. ليه؟ لان احنا مش عارفين ندير البيوت على سنه النبي. صح. لا انا اجيب الكتاب واقعد اقرا واقول لها زوجات النبي كانوا بيتعاملوا معاها ازاي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي في الطعام، في الشراب، في كذا في كذا. ما هي دي حياه النبي، شمائل الرسول، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ابتدي بقى ايه اوصل المعلومات ديت لمين؟ لأهل بيتي بمنتهى الايه السهولة واليسر. طيب غير كده احفظ انا الحديث دي، يعني كل يوم مثلا يبقى لي ورد من الحفظ ولو حديث واحد. مش هقول لك تحفظ باب بقى، لا، احفظ حديث واحد بس عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا اخ من الاخوة، يعني عشان ابين لك ان القليل الدائم خير من الكثير الايه المنقطع. كلينا اخ من الاخوه واخد عهد على نفسه انه يقعد بعد الفجر في مطروح، لما يعني يكون شغال في مطروح، ياخد عهد على نفسه انه بعد الفجر يقعد يدي درس في المسجد عباره عن 7 دقائق 10 دقائق حاجه زي كده، حاجات بسيطه يعني ما بيطولش الوقت بقى نص ساعه وساعه، لا، حاجات بسيطه خالص. ويجيب كتب السنه يقرا الاحاديث مجرد قراءه كده، وبعدين يقوم قافل الكتاب ويبتدي يذكر يعني ايه مثلا المعاني
صعبة في الحديث، شرح عام مش عارف ايه كده يعني. اذكر انه يعني انتهى من عشرات الالاف من الاحاديث في فترة وجيزة جدا، وهو ما كان بيقرأ الا حاجات ايه بسيطة جدا. انا قصدي ان الايام بتمر كده كده، فانت لو بتحفظ في اليوم الواحد حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى معك في الشهر 9 عن النبي، معك في السنة 360 حديث. يعني تخيل الأمر، معك 360 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو بتحفظ آية واحدة من القرآن كل يوم من ساعة ما بدأت تلتزم، كان زمانك دلوقتي معك القرآن ومعك إجازات كمان في القرآن لو بتحفظ إيه آية واحدة. لكن هي المشكلة إن الإنسان فينا بتاخده حماس للالتزام في فترة كده، فيبتدي يمسك المصحف أو يمسك كتاب الأحاديث، يقرأ مثلا 10-12 حديث يحفظهم، تاني يوم إيه يقرأ 5-6، تالت يوم خلاص يكسل وهكذا. تمام؟ لا، خلي عندك ايه يعني صبر وداوم، ولو على الايه ولو على القليل. اكتفي بهذا القدر، لان الكلام في هذا الموضوع طويل وطويل جدا، والشيخ طبعا ان شاء الله سيتكلم عن هذا الكلام في هذا الباب، في الباب الذي يليه. اسال الله عز وجل ان ينفع بكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وحقيقة سعدنا به في درس اليوم، ليكون بيننا وبينه رحم العلم. نسأل الله أن يغفر لنا بمثل هذه اللقاءات. صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.